أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من كشك الصحافة، ونطالع فيها أهم ما تقوله الصحف الصادرة اليوم وما جاء في المواقع الأخبارية. والبداية مما قاله موقع الموقع بوست أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أعدمت أخوين شقيقين في منطقة السحول التابعة لمديرية المخادر شمال مدينة إب. مصادر محلية أكدت للموقع بوست أن مسلحي الميليشيا أعدموا الشقيقين جهاد وسليم عبد الكريم القوسي جوار منزلهما في منطقة الزراري بالسحول بالرصاص وأمام أسرتهما. المصادر ذكرت أن السبب يعود إلى وجود خلاف بين المجني عليهما وبين قيادي كبير في حزب المؤتمر بالمحافظة كان يريد الاستيلاء على بئر ماء يعود ملكيته لأسرة القتيلين. ويتابع الموقع: تشهد محافظة إب جرائم قتل وانتهاكات متواصلة بحق المواطنين من قبل الميليشيا المسيطرة على المحافظة منذ أكتوبر 2014. إلى موقع يمن مونيتور، والذي عنون في صفحته الرئيسية حول أوضاع المبتعثين إلى الخارج: الحكومة اليمنية تقر تحويل المستحقات المالية للطلاب المبتعثين في الخارج. حيث أقرت الحكومة اليمنية تحويل المستحقات المالية للطلاب المبتعثين في الخارج بمن فيهم من تم إسقاط أسمائهم من قبل الانقلابيين، وسيتم تحويل المستحقات المالية إلى حسابات السفارات اليمنية في الخارج في كل من ماليزيا وروسيا وألمانيا بما يقارب عن 5 ملايين دولار كمرحلة أولى. وقال الموقع إن اللجان التي تم تشكيلها ستباشر عملية الصرف خلال يومين في تلك الدول، وخلال الأيام المقبلة سيتم تحويل باقي مستحقات الطلاب المبتعثين في باقي دول الابتعاث. يتابع يمن مونيتور: كان الطلاب المبتعثون في عدة دول قد نفذوا خلال الأيام الماضية احتجاجات مطالبة بسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. سياسة حافة الهاوية إلى متى؟ هكذا بدأ وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان مقاله الذي خاطب فيه قادة الميليشيا وما أوصلوا البلاد إليه. هذه هي اللامسؤولية بعينها، وفي السياسة تصبح المغامرة جريمة لأنها تتعلق بمصالح شعب، ليست حياتك فحسب بل حياة شعب بكامله. الأوطان لا تحتمل المغامرين، والشعوب لا تحتمل المقامرين. عندما تذهب إلى حافة الهاوية فلا تظن أنك بذلك تغيظ خصمك، هذا مشروع انتحار في الواقع. أنت عدو نفسك أكثر من عداوة الآخرين لك. المكان تحتك منشطر يا عديم المسؤولية، ستسقط في قعر الهاوية وتشرب القهوة هنا ولا في بالك. يا لك من ممثل كبير، لم يعد ثمة قهوة. بينما يدخل الشهر السادس ونحن بلا مرتبات، ذرة شهامة كافية لأن ترحلوا. الرحيل ليس عيبا ولن يكون نهاية للعالم. لن ترحلوا إلى أرض الصومال، سترحلون إلى قراكم وبيوتكم فحسب. هكذا هو عالمنا اليوم، الفاشل يرحل. إنها أسهل طريق لسلامة البلاد وسلامتكم أيضا، ولا طريق آخر. البلاد في آخر رمق والشعب في آخر رمق. الشارع يغلي كما لم أره من قبل. لو كنت تدير شركة وليس بلادا لتمت محاكمتك، لكننا نقول ارحل فحسب. موقع الصهاريج أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: مقتل طفلة وإصابة والدها في غارة جوية لمقاتلات التحالف بمحافظة صعدة. وفي التفاصيل أن طفلة لقيت مصرعها وأصيب والدها بغارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفت منزلهما في محافظة صعدة. وقال سكان محليون للمصدر أونلاين إن الغارة الجوية سقطت على منزل جبار غائب في منطقة عمق بمديرية رازح، وأدى ذلك إلى مقتل طفلته وإصابة رب الأسرة. موقع الصهاريج نيوز عنون في صفحته الرئيسية: مسلحو القاعدة يفجرون خط أنابيب لتصدير الغاز في اليمن. مصادر محلية بمحافظة شبوة قالت إن مسلحي تنظيم القاعدة فجروا خط الأنابيب الوحيد لتصدير الغاز في منطقة العقلة. وأضافت المصادر أن الانفجار وقع في منطقة العقلة الصحراوية النائية
في محافظة شبوة في الجنوب وقطع الخط الواصل بين محافظة مأرب المنتجة للغاز ومرفأ بلحاف التصديري على بحر العرب. أوقف مكتب التربية والتعليم في مديرية أحور بمحافظة أبين الدراسة في مدارس التعليم الأساسي والثانوي بالمدينة على أن تفتح المدارس مطلع الأسبوع المقبل. وقال مصدر تربوي لعدن تايم إن القرار جاء إثر الاشتباكات المسلحة التي شهدها الشارع العام بأحور، وأدى إلى حالة من الخوف والهلع بين طلاب وطالبات المدارس الواقعة بالقرب من مناطق الاشتباكات. ويقول الموقع إن أحور شهدت على مدى يومين متتاليين اشتباكات مسلحة بين قبليين وقوات الحزام الأمني وسط الشارع العام للمديرية، أدت إلى إصابة 3 جنود من أفراد الحزام وأعطاب دورية عسكرية تتبع التحالف واعتقال مطلوب أمني. الكاتب الأردني محمد برهومة يطرح فكرة لمواجهة ميليشيا الحوثي، وذلك في مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية والذي عنونه التفاؤل لأجل اليمن كسلاح مضاد للحوثيين. لا شك في أن بيئة الحرب والصراعات الأهلية هي بيئة مثالية لانتعاش واختراع الوشائج والعصبيات والسرديات، ويلفت عارفون بالشأن الإيراني إلى أن ما يسمى لطميات الحرب الإيرانية العراقية تعد حتى الآن مورداً أساسياً للشحذ والتحشيد المعنوي والمذهبي في إيران، ولعل هذا يفتح الباب لتوسيع مظلة التفكير في أن أي مقاربة للتسوية السياسية في اليمن تقتضي من جملة ما تقتضيه تعزيز النوازع المدنية المشتركة للمواطن اليمني وتفكيك أي منظومة مغلقة أو سردية تؤبد الصراع عبر تأبيد سردية المظلومية ومذهبة الاقتتال، وبالتالي الضعاف الدولة ورموزها المركزية ومد قوى ما دون الدولة بالحياة عبر التغلغل في المؤسسات الرسمية واختراقها وصولا إلى التغول على الدولة وتهميشها والإمعان في إفشالها. عليه فإن أي استراتيجية شاملة للخروج من الانسداد السياسي الحالي في اليمن ينبغي أن تنظر إلى الشق الإيجابي من توصيف القوى اليمنية باستمرار بتعدد الولاءات وتقلبها، إذ يمكن الاشتغال على ذلك باتجاه التخفيف من العسكرة وتبديل القناعات عبر تبديل الخيارات المتاحة والاقتناع بكارثية المعادلات الصفرية وإخراج أطراف الصراع من دائرة السلاح إلى دائرة السياسة والمقايضات والتنازلات المؤلمة. ويمكن أي استراتيجية وطنية أو إقليمية ودولية طموحة ومتحدية ومتفائلة في هذا الملف أن تتأمل بأن يكون عام 2017 بداية اجتراح الحوافز والأدوات والآليات المدروسة لتحقيق تلك المقاربات وصناعة هذا التفاؤل. إلى موقع الاشتراك نت والذي تابع أحد أهم الموضوعات الاقتصادية، حيث عنوان الموقع: الحكومة تناقش الإجراءات الأخيرة لآلية صرف مرتبات الجيش لجميع المناطق. ويقول الموقع إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه بعدن الإجراءات الأخيرة لآلية صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن ووضع اللمسات الأخيرة لتشكيل اللجان. ويضيف الموقع أن اللجان كانت بدأت في إعداد وتجهيز الخطط اللازمة المصاحبة لعملية الصرف، والتي ستشمل أكثر من 200,000 ضابط وجندي في جميع المناطق العسكرية السبع. موقع التغيير نت قال إن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي كشف عن سوق سوداء لبيع مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية المقدمة لليمنيين أسوة بالسوق السوداء لبيع المشتقات النفطية التي انتشرت في الأسواق اليمنية بأسعار مبالغ فيها. وتضمن تقرير المؤشرات الاقتصادية لشهر أكتوبر 2016 الذي يتناول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والصحية، حيث تضمن فضيحة بيع المساعدات الإنسانية في الأسواق اليمنية بعد السيطرة عليها من قبل نافذين وبيعها للتجار. وطالب المركز في تقريره بسرعة تسليم مرتبات موظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم 1,200,000 موظف، مشيرا إلى أن التأخير في صرف المرتبات يؤدي إلى توسيع في المجاعة وسوء التغذية.
وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام في موقع قناة CNN أن موقفها لم ولن يتغير، هذا حال جميع ثوار الربيع العربي، مضيفة: نحن أشد إصرارا بحلمنا ونؤمن أنه رغم الفوضى والدمار من خلال ما قامت به الأنظمة من ثورات مضادة وانقلابات عسكرية والأنظمة المستبدة وقمع الثوار السلميين كما في سوريا أو عبر الثورات المضادة كما في اليمن أو عبر الانقلابات العسكرية كما هو الحال في مصر، هذه الأحداث تؤكد أننا على المسار الصحيح من التاريخ. وتابعت توكل كرمان: المرحلة الأولى، لأن أي ثورة عظيمة تتبع بثورات مضادة في انتصار زائف سرعان ما تطويه نضالات الشعوب، فأحلام الشعوب لا تموت والثوار لا ينسون الثورة. كما عبرت كرمان في المقابلة الخاصة التي أجريت معها أثناء زيارتها إلى أحد مخيمات اللجوء في الأردن عن خشيتها من إبرام اتفاق سلام زائف في اليمن، قائلة إن رؤيتها لحل أزمة بلادها يتمثل في إعلان وقف إطلاق النار الفوري بالتزامن مع انسحاب ميليشيات الحوثي من جميع المناطق التي تتواجد فيها وتحويلها إلى حزب سياسي. وتتابع أن من شروط نجاح الاتفاق أيضا تسليم السلاح للسلطة الشرعية ثم الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد التي تم صياغتها بناء على مخرجات الحوار الوطني ثم إجراء الانتخابات المختلفة بناء على الدستور الجديد، ذلك وحده الطريق إلى تحقيق سلام مستدام، يترافق ذلك مع إعادة إعمار اليمن وتطبيق مبادئ العدالة. مصادر عسكرية أو مصدر عسكري أدلى بمعلومات عن عملية استباقية للجيش في حضرموت للقبض على إرهابيين نقلتها صحيفة العرب الجديد وقالت إن وحدات تابعة للمنطقة العسكرية الثانية نفذت عملية استباقية تمكنت خلالها من ضبط 6 إرهابيين كانوا يحضرون لاستهداف مؤسسات ومواقع عسكرية وأمنية بحضرموت. وأضاف المصدر أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة قامت قوات عسكرية بعملية استباقية استهدفت مجموعة إرهابية كانت تحضر لعمل إرهابي وخزنت كميات كبيرة من المتفجرات يبلغ وزنها أكثر من 5 أطنان في منزل بمدينة الشحر بالقرب من المحكمة. ويتابع أنه بمجرد وصول وحدات الجيش إلى الموقع لمداهمته قامت العناصر الإرهابية بفتح النيران من المنزل ومن منازل مجاورة، وتمكن أفراد الجيش من القبض على 6 من الإرهابيين وضبط كمية المتفجرات. اهتمام أمريكا المتصاعد باليمن، لماذا؟ تحت هذا العنوان كتب خالد محمد مقاله المنشور في صحيفة العربي القطرية وقال في جزء منه: واقع الأمر أن الأزمة اليمنية تفاقمت تحت إدارة أمريكا وسكرتيرها العام في الأمم المتحدة بان كي مون، فالحوثي انقلب على الشرعية بعد أن وقع الفرقاء وهو منهم على مخرجات الحوار الوطني ومن بينها صياغة الدستور الجديد، وزحف بالحديد والنار على صنعاء والحديدة وتعز حتى بلغ عدن بدون أن تبدي الإدارة الأمريكية ممثل الأمين العام في اليمن جمال بن عمر أي معارضة، بل على العكس فقد تعاملوا مع الحوثي وحليفه المخلوع كأمر واقع وشرعنوا الانقلاب وما ترتب عليه من وضع الرئيس وأعضاء الحكومة تحت الإقامة الشرعية ثم مطاردته بالقصف الجوي وبوضع مكافأة على من يقبض عليه حيا أو ميتا. وفي نظري لولا إطلاق عاصفة الحزم لدعم الشرعية لربما كانت اليمن اليوم دولة عربية رابعة تحت هيمنة الولي الفقيه، فكما سلمت العراق لقمة سائغة لإيران كان يمكن أن يتكرر الأمر نفسه في مهد العرب وتكتمل بذلك محاصرة الإمبراطورية الساسانية للجزيرة العربية من شمالها وشرقها وجنوبها.
هادي سيسلم السلطة لرئيس منتخب بشرط خروج الحوثي وصالح. بهذا عنونت صحيفة الخليج وقالت في التفاصيل أن الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي أعلن أنه لن يسلم الحكم في البلاد إلا لرئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية بحسب ما أعلنت مصادر مقربة من الرئاسة لوكالة فرانس بريس. وقالت المصادر أيضا أن هادي كشف لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ود الشيخ خلال لقائه الخميس الماضي في عدن عن اعتراضه على خارطة الطريق المقترحة لإعادة إطلاق محادثات السلام. وأوضحت أن هادي يشدد على العودة إلى العملية السياسية من حيث توقفت قبل انقلاب المتمردين الحوثيين وذلك لاستكمال إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وتنظيم انتخابات عامة ورئاسية في البلاد والحكم سيسلم بعد ذلك إلى رئيس منتخب. كما طالب هادي أن يعلن أو يعلن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي تخليهما عن العمل السياسي وإلزامهما بالخروج من اليمن إلى منفن اختياري لمدة عشرة سنوات وتطبيق العقوبات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بحقهما. صحيفة الاتحاد تابعت الشأن اليمني وعنونت في إحدى صفحاتها الانقلابيون ينهبون المساعدات الإغاثية لبيعها، حيث دعت الحكومة الشرعية المنظمات الدولية وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي للخروج من صمته وفضح ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تعرقل وصول المساعدات الإغاثية إلى المحتاجين في المدن اليمنية المحاصرة. وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن على المنظمات الدولية إيصال رسالة إلى العالم بأن الميليشيا تحاصر محافظة تعز وأعدادا من المحافظات اليمنية وتمنع إيصال المساعدات الإغاثية وتقوم بالاستيلاء عليها، وما تقوم به تلك الميليشيات من احتجاز المساعدات ومنع إيصالها إلى المحتاجين يعد عملا إجراميا ويتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية. وأضاف فتح أن الملايين في تعز بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية والدوائية، ويجب تكاتف الجميع للضغط على الميليشيا الانقلابية للسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى المحتاجين. نقرأ لكم من صحيفة القدس العربي واحدا من الأخبار الأكثر تداولا، حيث عنونت الصحيفة صحفية بولندية تدعو لمسيرة عالمية من برلين إلى حلب. وتنطلق في 26 من كانون الأول ديسمبر الحالي مسيرة من العاصمة الألمانية برلين بغية الوصول إلى مدينة حلب شمالي سوريا احتجاجا على تواصل غارات النظام السوري على مناطق مختلفة في سوريا. وقد أطلق القائمون عليها اسم المسيرة المدنية من أجل حلب، والتي تقودها المدونة والصحفية البولندية آن ألبوث وبمشاركة المئات من الأشخاص. وقالت ألبوث: هدفنا وحلمنا الكبير هو أن ينتهي ما يجري في حلب الآن وتصل المساعدات للمدنيين. وأوضحت ألبوث أنه وفي 26 من الشهر الحالي سيجتمع أشخاص من مختلف المدن الأوروبية في العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في المسيرة التي ستتجه إلى حلب معربة عن أملها في مشاركة أشخاص من كافة الفئات العمرية. عمري ثلاث حروب وانتفاضتان. تحت هذا العنوان كتب الفلسطيني محمود أبو راضي عن مآس تعيشها أكثر قضايا العرب حضورا وغيابا. أنحن من أبصرنا الحياة أم هي من أبصرتنا؟ أكان مقسوم لنا من فوق سبع سماوات أن نعتاشها هكذا؟ كيف برز لنا نحن من تفتحت أعيننا على الدنيا؟ منذ العام 1989 أزيز الرصاص وقصف المدافع وتشييع الشهداء وذرف الدموع والدماء المدرجة على الجدران، لم نعي البتة ما يجري ويدور حولنا. كان من المفترض أن نبحث عن أحلامنا منذ نعومة أظافرنا في الشوارع والزقاق، لكنها كانت تواجه بعنف منظم من قبل محتل مجرم. كانت البداية مع الانتفاضة الأولى التي انطلقت شرارتها في 8 من ديسمبر كانون الأول عام 1987، وأشيعت لاحقا باسم انتفاضة الحجارة، لكن الحجارة كانت الأداة الرئيسية فيها.
ويقدر أن 1300 فلسطيني قتلوا أثناء أحداث الانتفاضة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما قتل 160 إسرائيليا على يد الفلسطينيين. وتمضي الأيام بسنين عمرنا لعلها تزهر آمالا ونقطف ثمارا مزينة ببريق أحلامنا الحبيسة بين ضلوع صدورنا، تتناقلها عقولنا بثقل في حلنا وترحالنا بين المدرسة ومنزل العائلة، وأينما وطأت أقدامنا وكلما ترعرعنا كبر في دواخلنا حب الوطن والتشبث بالأرض حتى انغمسنا في جذورها. حلب السورية المعرضة لكل أنواع القصف والحصار لم يجد سكانها أمام هذا الصمت غير الخروج في مظاهرات مطالبين العالم بالنظر نحو رقعتهم الجغرافية ومآسيهم. نتابع صور الواردة في العربي الجديد. بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.